أيمن الحصري فنان فلسطيني استوحى فكرة هذا المعرض من مراحل حياة الفراشة، هي رسالة للزائرين بأن الأمل باق لا محالة، وأن كافة التحديات والمصاعب التي عايشها سكان القطاع أيضا ستنتهي في يوم ما. العمل هذا عبارة عن 5 شرنقات، شرنقة صغيرة أكبر 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 لحد ما تصل الأخيرة بتكون مرمية على الأرض، وهي فيها كناية إنه الفراشة طارت. فهذا عبارة عن أثر الفراشة. أنا ما جبتش الفراشة، بديش يعني بدي أصل لمرحلة من عدم النمطية في الأعمال، بديش يكون إشي مفهوم وواضح، حابب المشاهد يستقرأ الأعمال هو يستنبط إشي من عنده. في عمل تاني 13 قطعة، 13 عمل هذولا عبارة عن آخر 13 عام مرينا فيهم كأصعب أعوام، يعني إحنا كل أعوامنا صعبة طبعا حتى قبل الانقسام، لكن آخر أعوام كانت أصعب بكتير، ولا زال الصعوبة لا زالت الصعوبة بتزيد. فاسمه 13 يتبع. الإنسان اللي بيكون محبوس في فكره، محبوس في مكانه، محبوس ضمن عقيدته، ضمن رؤيته، هذا السجن اللي بيكون محبوس فيه حاول الفنان أيمن من خلاله إنه يصور هذا الحبس كشرنقة ممكن في يوم من الأيام تنبت فراشة. هذه الفراشة لازم تطير ولازم تتحرك ولازم تتحرر من كل الأشياء اللي كانت بتقيدها. بينعكس بشكل أساسي وضع الفنانين ووضعنا الاستثنائي بغزة، ليكون الحالة الأساسية لمعرض أيمن من خلال الشرنقات اللي وضع فيها الساكنين في غزة والقاطنين في غزة، لا أمل بأنهم يخرجوا يوما ما وتفتح هذه الشرنقة وتتحول لفراشة وتطير وتحلق في الأفق.